وانطلقت اليوم وبشكل رسمي الإجراءات التحضيرية لانتخابات السلطات المحلية التي تجري يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر القادم، إذ تم استقبال ممثلي القوائم والمرشحين المتنافسين على عضوية ورئاسة السلطات المحلية المختلفة في شتى أرجاء البلاد لتقديم أوراق ترشيحهم للجان الانتخابات ومأموريها ممثلي وزارة الداخلية. هذا وتختتم عملية تسجيل المرشحين والقوائم يوم غد الخميس، فيما اختار عدد من المرشحين التوجه لتسليم القوائم بمسيرات مع الداعمين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المحامي عادل بدير، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، والأستاذ سامر عثامني، رئيس حركة رايتنا من كفر قرع. أهلا وسهلا بكما. أهلا وسهلا بكم. طبعا تنطلق الآن على قدم وساق كافة القوائم والمرشحين لتسجيلها لخوض الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر، لكن بداية يعني قبل أن نتطرق إلى التحديات التي يعيشها يعني غالب مجتمعنا العربي في هذه الأجواء، دعونا نتحدث عن الأجواء الانتخابية في المجتمع العربي وكيف تقيمون الوضع. وأبدأ معك المحامي عادل بدير. أولا نبارك للوسط العربي جميعا العرس الديمقراطي، ونتأمل أن يكون عرس ديمقراطي بالرغم من وجود يعني هنا وهناك حوادث عنف التي هي طبعا نستنكرها ونشجبها، ويجب العمل الشرطة بشكل فوري في منع هذه الأحداث، ولا نريد أن تكون أول تصريح للشرطة سنبحث وكل هاي الأمور اللي لا يعني نحن لا نؤمن بها. بالنسبة للقضايا العربية أو الانتخابات، احنا نعرف أنه المجتمع العربي لا زال يعتمد على العائلية كأساس للانتخابات، وهذا موضوع معقد جدا، وأنا آمل أن نرتقي قليلا يعني في هذه المجالات، وأن تكون قوائم يعني تحالفية تعطي المجال لكل شريحة المجتمع وبالذات الشبابية والمتعلمة، لأن العائلية دائما يعني تعطي الأولوية لأمور أخرى وليس للمستوى الفرد وكمية العطاء التي ممكن يعطيها ودعمه وعمله للمجتمع نفسه. سنتحدث عن الحمائلية والعائلية التي تغلب ولا يخفى على أحد في انتخابات مجتمعنا العربي في السلطات المحلية، لكن قبل ذلك دعني أسألك أستاذ سامر، يعني هذه الانتخابات تجري وسط ظروف غير اعتيادية، جرائم قتل وتهديدات تطال المرشحين، لماذا يحدث ذلك برأيك؟ الأحداث التي يعني تعصف بمجتمعنا منذ تقريبا 23 عام يعني لها تداعياتها وتأثيراتها على الانتخابات للسلطات المحلية، بحيث أنه هذه الفترة كما أرى وألاحظ وأتابع بالعديد من البلدات هنالك لا مبالاة معينة بالانتخابات القريبة في آخر شهر أكتوبر. لا مبالاة من من؟ لا مبالاة من طرف المواطنين، يعني في يعني سخونة الحركة الانتخابية والمنافسة التي كنا نشهدها سابقا في الحملات الانتخابية السابقة للسلطات المحلية تقريبا هي معدومة. أعتقد يعني وبشكل جازم يعني هذه الحالة التي أصفها مربوطة بشكل قوي بالأجواء العامة الصعبة التي يعيشها المجتمع العربي. النقطة الثانية يعني الشخصيات صاحبة القدرات والكفاءات لم تترشح ولم تتقدم للسلطات المحلية إن كان للرئاسة أو العضوية، وهذا يقول الكثير، وممكن أن نفصل يعني كمان يعني خلال البرنامج. النقطة الثالثة والأخيرة للمرة يعني الأولى، يعني أنت ترى أستاذ سامر أن من يعني أعلى وقد أعلن ترشيحه لانتخابات السلطات المحلية في مجتمعنا العربي هم مرشحون ليسوا ذوي كفاءات؟ أنا طبعا لا أعمم، لكن أقول نسبة كبيرة من المرشحين الذين عرضوا أنفسهم للناخب وللمواطن لتبوء منصب الرئاسة أو العضوية هم ليسوا على قدر من الكفاءة اللازمة للوصول إلى هذا المنصب. هذا مؤشر كبير يعني على حال سلطاتنا المحلية مستقبلا، وأيضا هو مربوط بالجو العام الذي يعيشه المجتمع العربي. النقطة الثانية والتي هي يعني تتسم أيضا بالغرابة، للمرة الأولى سلطات محلية فيها مرشح وحيد،
وهذا يقول الكثير، هذا يقول الكثير. طبعا سمعنا عن إطلاق نار وعن إصابات لمرشحين مما أدى إلى عزوفهم وانسحابهم. طبعا سمعنا عن الجرائم القتل والتدخل عصابات ومنظمات الإجرام في السلطات المحلية، ممكن هذا أنه أبعد المرشحين الأكفاء. وأيضا سبب مباشر لعدم وصول الشخصيات صاحبة الكفاءات هو استمرار تجذر العائلية والحمائلية في الانتخابات السلطات المحلية للأسف في البلدات العربية. هاي كلها مؤشرات وصلت الناس لمكان اللي فيه عدم مبالاة إذا قارناها بالانتخابات السابقة أو التي قبلها. وهذه اللامبالاة وعدم التداخل في مجريات الانتخابات بشكل كل، لأن هذا سيكرر مصير البلدة، يعني من يقود السلطة المحلية له تداعيات كثيرة، ولكن له أيضا أسباب كثيرة اللي أوصلت الناس لهذا المكان. في مضمار الحديث عن انسحاب المرشحين من السباق الانتخابي، هنالك عضو بلدية في أم الفحم المحامي علي عدنان بركات قد أطلق توجه ونداء بالانسحاب الجماعي بشكل يعني مقصود لإجبار الدولة لمكافحة العنف والجريمة، لكن هذه الخطوة لم تلقى أذنا صاغية، لماذا برأيك المحامي عادل بدير؟ باعتقادي أنه المجتمع العربي لا زال حتى اليوم مجتمع غير منظم. يعني التنظيم الاجتماعي والعمل، يعني دائما احنا بنحكي اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، التنظيم اليهود بشكل عام في العالم، أقليات كثيرة في العالم منظمة وتشتغل ضمن أنماط معينة وكذا. هنالك في نقص كبير في عملية تنظيم المجتمع العربي. إذا لم يكن مثل هذا الشيء، فماذا يمكن أن تكون مبادرات فردية؟ المبادرات الفردية لا يمكن أن لها أن تحل مشكلة المجتمع بأكمله. كان من المفروض أن تجلس لجنة المتابعة والأحزاب العربية والشخصيات الفاعلة لتنظر في ماذا، كيف يمكن أن نعالج هذه المواضيع بصورة موضوعية. لأنه نفترض أنه جدلا أنه كل المرشحين في الوسط العربي ما حدا قدم حاله، أنا بقول لك أنه بالنسبة لشخص في وزارة الداخلية رايحين ينبسطوا كثير ويعينوا فوق كل السلطات المحلية العربية لجان معينة، والكل بعدها بصور يقول ليش عملنا ولاش ما عملناش. أنا أؤمن أنه بناء المجتمع العربي يبنى بسواعد محلية، بأيدي محلية، بأيدي يهمها بلدها ويهمها تطويرها ويهمها أن تنهض بالمستوى الكبير المطلوب. يعني لا يمكن أنه إحنا في الناحية الثانية أنه ما نعطيش الأكفاء ونطالب الأقصى حد. من ناحية ثانية، الجمهور العربي أو المواطن العربي معروف أنه الإمكانيات الاقتصادية اللي موجودة قباله قليلة جدا، لذلك كان هنالك في هجوم كبير من قبل الناس على الانتخابات المحلية لأنها ترى بها وظائف ومناقصات وأمور أخرى ثانية. لكن هؤلاء الناس أو هؤلاء الأشخاص الذين تطلقون عليهم بذوي الكفاءات، دعنا نقول هؤلاء أصحاب الكفاءات، هم أيضا لديهم عائلات، هم أيضا أبناء المجتمع العربي، وهم أيضا يوجد لديهم حمولة وعائلية. نعم. لماذا لا نجد هذا الدعم الحمائلي الكبير أيضا لهذه الفئة من الناس حتى تقود هذا المجتمع؟ يعني هذا السؤال الكثير من الناس يتساءله، لماذا لا هذا الاندفاع الحمائلي؟ لماذا لا يظهر مثلا في وجه الجريمة والعنف؟ لماذا لا يظهر في دعم، ودعني الآن أن أحدد السؤال للمشاهدين، لماذا لا نجد هذا الاندفاع الحمائلي لدعم أصحاب الكفاءة في الترشح لقيادة السلطات المحلية في مجتمعنا العربي؟ بدك تجاوب ولا تفضل استاذ سامر؟ في نقطة جدا مهمة اللي لازم يعني نحط ايدنا عليها ونتكلم عليها بكل صراحة. طبعا انا ما بدي انه يتفسر من كلامي انه سامر اخرى مرة وكمان مرة ينتقد القيادات العربية والاحزاب العربية، لكن كل قليلة من البلدات العربية التي تخوضها الأحزاب العربية المتمثلة اليوم في البرلمان، إن كان الموحدة أو الحركة العربية للتغيير أو الجبهة أو التجمع لانتخابات السلطات المحلية، هذا يشير على ضعف الأحزاب العربية بكل ما يخص السلطات المحلية. ويعني في حال كان الانتخابات هي على شكل حزبي ومنظم، الحمل الانتخابي والانتخابات سوف تكون بمكان آخر أيضاً.
فهذا المكان يعني فراغ وغياب الأحزاب عن الانتخابات السلطات المحلية هي ساعدت أيضا إنه العائلية والحمائلية تستمر أيضا في هذا النهج. فهذا الغياب هو له تداعيات وله تأثيرات على الأجواء العامة. الحمائلية ليه بتدعمش أولادها؟ ما هن كمان أيضا صحيح يعني سأتحدث الآن بالعفوية المطلقة. العفوية يعني هؤلاء أصحاب القدرات، ما هن في إلهن حمولة وإلهن عائلة في القرى والبلدات العربية. ليش الحمائلي ما بتدعم أبنائها؟ لماذا يعني لا نجدها تندفع في الانتخابات دعمهم؟ صحيح جدا، صحيح جدا. طبعا أنا من الناس اللي أيضا في إيجابيات للعائلية ولمنظومة العائلية ولمنظومة كإطار اجتماعي مجتمعي اللي له مهم، ورأينا أنه في عند تفكك العائلية والحمائلية بشكل كلي والخربطات اللي صارت أيضا إلها كانت تداعيات سلبية على مجتمعنا. فإحنا لا قدرنا نحافظ على العائلية بمفهومها الإيجابي والطرق الإيجابية اللي إلها والدور الإيجابي اللي كان إلها بالسابق، وطبعا هاجمناها من عدة أشياء. لكن اليوم يعني مجتمعنا ينقص يعني التنظيم المجتمعي وبناء الحصانة المجتمعية. مجتمعنا سدكين بخير وفي قدرات فردية بشرية هائلة، لكن هاي القدرات الفردية على مدار السنين إن كان قيادات أو لجنة متابعة أو حتى عائلات لم تستطع تأطير هذه القدرات ليكون عندنا تأثير جمعي في داخل العائلات. حتى في داخل الحمائل نفسها في بطون، كمان في كل عائلة في بطون وفي بطن يعني له أفضلية عن البطن الثاني. وإذا جاء يعني مرشح من ذات العائلة من بطن يعني أضعف من بطون ثانية لن يكون له الدعم. النقطة الثانية يعني دخول الانتخابات بحاجة إلى ميزانيات أيضا كبيرة، وكل يعني إنسان يريد أن يترشح يعني يريد أن يتنازل عن الكثير أو ممكن أن يخسر الكثير. يعني إذا جاء بفكر مغاير أو أجندة يعني مغايرة ولا تتناسب يعني مع متطلبات أيضا الجمهور، وفي متطلبات يعني كمان ممنوع نستحي نعرضها، العائلات بتطلب متطلبات اللي تصعب أيضا على المرشح الانتخابي في السلطات المحلية. ممكن مثال على مثل هذه المتطلبات؟ يعني أنا أعيش واقع شعبنا. يعني مثال، إحنا هاي الحمولة بتصوت لك مقابل إدارة مدرسة معينة، مقابل وظيفة ثانية، مقابل مستشار قضائي في البلدية، مقابل مسؤول في قسم التربية والتعليم في البلدية. كلها إذا يعني عرضت في مزاد العلني للانتخابات ممكن نتوقع شو النتائج المستقبلية بتكون. نعم في الاختيار، حتى في الاختيار العائلي اليوم يتم الاختيار الشخص اللي عنده يعني كمية يعني من ناحية مادية مريح ويستطيع أن يعني يقوم بالمصاريف في الحملات الانتخابية. لذلك احنا فضلنا النواحي المادية على النواحي الكفائية من ناحية كفائية. يعني سأعود قليلا إلى قضية تهديد المرشحين وما يجري الآن في الجديد المكر وأيضا يعني في الناصرة. دعنا نتحدث قليلا عن هذه القضية. أين يعني أين الحكومة من هذا الوضع وأين القيادات من هذا الوضع وإلى متى سيستمر هذا الوضع وما هي الخطوات التي يجب أن نقوم بها؟ طبعا تحدثنا الكثير في موضوع الجريمة والعنف، ولكن للأسف الشديد لم يبقى يعني في المجال عائلات الإجرام والأمور هاي، ولكن يعني الموضوع يعني أبعدت كثير ودخلت إلى مجال السياسة والسلطات المحلية العربية ومصادر الأموال الكبيرة التي من المناقصات. هذا له تبعيات كبيرة جدا في هذا المجال. أنا قلتها وبنقولها وبنكررها تقريبا كل المحللين السياسيين واللي بيحكوا هذا الموضوع، إحنا عادة يعني المجتمع العربي بنا حلول هسة بكرة بعد بكرة، فيش حلول سحرية. تراكمات 20 سنة 23 سنة لورا تيجي تحلها في يوم يومين هذا مستحيل، إلا في حالة واحدة. حالة واحدة إنه في عنا حكومة اللي هي جاي معروف الشعب، في الشعب في العالم بدافع عن نفسه، لا عنده دبابات ولا عنده أسلحة ولا عنده شو، ما فيش عنده الإمكانية. إذا بتيجي حكومة اللي بدها وناوي تعمل في هذا المجال، أنا بقول لك خلال شهر شهرين ثلاثة ممكن يحلوا الموضوع. لأنه نرى إحنا التعامل يعني الغير متكافئ بين القتل في الوسط اليهودي والوسط العربي، هذا واضح جدا. يعني من ناحية مبدئية بالذات وجود وزير عنصري اللي مش يعني باعتقادي أنا هو مسؤول عن الكلام تبعي يمكن أنه يفرح لمقتل عربي. وبالذات اليوم شفنا عائلة دوابشي يعني عضو كنيسة بقول أنه أنا مبسوط قديس عن هذا الموضوع. لذلك أنا برأيي إذا لم تكن هنالك تنظيم مجتمعي على مستوى عالي
وبرضه يندفع مصاري وينعمل مثلا في تجربة كفر قاسم بالنسبة للحراسي نجحت في هذا ونأخذ موديلات اللي هي مليحة ونجحت في الوسط العربي نماذج ممكن أن نصل إلى تقليص في الفترة الأولى على الأقل نقلص العدد وبعدها تكون يعني تبعيات لهذا الموضوع. سنكمل النقاش في هذه القضية الآنية والحالية طبعا بعد قليل. مشاهدينا الأعزاء سنعود بعد قليل لمتابعة النقاش وسنتطرق أيضا إلى التمثيل النسائي في قوائم المرشحين والمرشحات في السلطات العربية. دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء ونجدد النقاش مع ضيفينا في الاستوديو حول تمثيل السلطات العربية في الانتخابات في السباق الانتخابي وقضية العنف وتهديد المرشحين والتمثيل النسائي. ونعاود النقاش. أهلا وسهلا بكم مجددا. دعنا نتحدث قليلا عن المرشح لرئاسة جديد المكر عفيف عبد الحاج. قال لمن أطلق النار على بيته في مقابلة على قناة هلا تقدر الضل الطخ وهو يرفض الانسحاب واليوم تم إحراق منزل لعائلته. برأيكم يعني هل يعرض نفسه للخطر أم هل ينسحب؟ ما رأيكم بهذا الحدث الذي يعيشه هذا المرشح للرئاسة؟ وأنتقل إليك أستاذ سامر. اليوم يعني في ظل الأجواء التي يعيشها المجتمع العربي يعني وحالات القتل الكثيرة منذ بداية العام أكثر من 175 لم يعد هنالك يعني مسلمات ولم يعد هناك يعني بقرات مقدسات. العنف يطال الجميع. طبعا رأينا مقتل مدير عام بلدية، رأينا إطلاق نار على في الطيرة على مرشحين، قتل الشيوخ، قتل الأطفال، قتلت النساء. لم يعد هنالك مسلمات، فوضى عارمة. يعني كلمة واحدة بالعبرية التي تجسد معنى هذه الفوضى هي أنارخيا. طبعا اليوم يعني إطلاق النار على المرشح في أجديد المكر وسبقه انسحاب مرشح في كفر ياسيف الدكتور هلال خوري بسبب إطلاق النار على بيته وسبقه إصابة مرشح الرئاسة في بلدية الناصري مصعب دخان. هذه الأمور يعني موجودة لا يمكن أن نتجاهلها وأنا أتوقع أن يكون هناك تصعيد وليس عبثا. في بعض البلدات لم يبقى إلا مرشح واحد وهو بسبب خوف المرشحين من يعني يعني الاعتداء عليهم او يعني خساره حياتهم ان يموتوا يعني من العنف. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. يعني نقولها هل نستسلم يعني امام هذه العصابات وهؤلاء المجرمين وندع الساحه لمن له علاقات مع المجرمين لي يعني مثل ما يقول يسيد وميد؟ هل المرشح يقول بكفي أنا عائلتي ونفسي وحياتي هي أهم؟ هذه إشكاليات يعني لا يمكن الإجابة عليها وأنا طبعا أحترم وأتفهم أيضا المرشح الذي يطلق عليه النار. ما رأيك هل ينسحب أم يستمر خوض الانتخابات؟ يعني لا أستطيع يعني أن أجيب بدلا عنه لأنه فقط هو يعي ويعرف مدى التهديد ومدى خطورة وواقعية التهديد الذي يعيشه. يعني إنسان اللي وصله أنهم يقدموا على إحراق أو محاولة إحراق بيته وإطلاق النار على سيارته ممكن أن تكون المرحلة المقبلة هي إطلاق النار عليه وهذا حصل فعليا مع المصعب دخان. لكن لا الرسالة عن مرشح واحد فقط لا هذه ظاهرة طالت العديد من المرشحين. المؤسف والمخيف أيضا والذي يجب أن يعني يؤرق مضاجعنا كلنا أن الشرطة ترى يعني ممثل جمهور أو من يترشح هذا يعني وظيفة جماهيرية سياسية ويجب أن تأخذ الشرطة مسؤوليتها الكبيرة لحماية هؤلاء المرشحين. شرطة إسرائيل أقولها بالعامية قاعدة وتتفرج على اللي قاعد بيصير ممكن تكون مبسوطة كمان. فهذه الأمور خطيرة. لكن في حال إذا المرشح قال أنا أنسحب لأنه عندي حياتي وحياتي مهمة لإلي وقيمة الحياة هي أعلى قيمة وعندي أولاد وزوجي وعائلي بدي أحميهم. لكن الرسالة يجب من ناحية ثانية أن تكون هل نستسلم أمام هؤلاء المجرمين؟ هل ندع هذه الجماعات المسلحة؟ الثبات أم الانسحاب؟ الثبات. هذه قضية يعني شائكة وصعبة لا يمكن الإجابة عليها. يعني نشجعهم
أنا حسب رأيي يجب الاستمرار، ويجب أن تأخذ الشرطة دورها في التحقيق بهذه الحالات بكامل العتاد والآليات للوصول إلى المجرمين. في حال وصلوا إلى منفذ إطلاق نار ضد مرشح إلى مجلس أو لبلدية، هذا ممكن له تأثير كثير يعني، أو رسالة مهمة من الشرطة. لكن في سياق الحديث عن الشرطة سأنتقل قليلا مع المحامي عادل بدل، الحديث عن جهاز الأمن العام الشباك، كان قد قال أنه سيتدخل ويحقق في كل جريمة تكون لها علاقة أو تأثير على الانتخابات المحلية. كيف تقرأ هذا الموقف؟ أولا، منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم الشباك لم يخرج من الوسط العربي ولو لثانية واحدة. الموضوع المركزي هنا هي عملية الجريمة التي يعني نرى التطور تبعيها، والأعداد مخيفة يعني. في حروبات ما بصير هاي الأعداد. من هنا أنا برأيي يعني رأيي الشخصي هذا وأنا بميل له، أي حل ممكن ينجاب للوسط العربي لوقف شلال الدماء أنا بدعمه. شباك غير شباك، أي وسيلة ممكن توقف حياة الإنسان أغلى ما يملك. وإحنا أخرى مرة في الوسط العربي مش بس موضوع يعني العائلة نفسها، حتى لو يقتل واحد في جريمة في وراء عائلة، في وراء أبناء، في وراء كذا، يعني دائرة كبيرة. هل نرى أن في الوسط العربي حتى أو الدولة تعالج الأهل الأولاد في المدارس الذين تلقوا صدمة كبيرة؟ لا يوجد كذلك. باعتقادي أن الشباك عنصر مهم إذا أراد أن يكون طبعا الموضوع ضمن، أنا برأيي ضمن يعني آليات معينة ضد حدود معينة، وأن لا يستعمل كل هذه المعلومات، ألا تستعمل في أمور أخرى خارجة عن الإطار الجريمة والعنف في الوسط العربي. بس أنا بقول لك أنه برضو سبق وتم يعني سمعنا هناك كثير في الإعلام أنه جزء من عصابات الإجرام هاي تتعامل مع الشرطة ومع الشباك. من هنا في هنالك كثير شغلات تساؤلات حول دخول الشباك لهذا المعترك. ولكن أنا بعتقد أنه إذا في طريقة توازنية أنه الشباك بس يعطي المعلومات الكافية من أجل الاعتقال ويعني رفع نسبة الذين يحاكمونهم ومحاكمات قوية جدا، ربما أنها تكون حل معين في الأزمة الخانقة الموجودة عندنا اليوم. سؤال أخير وقضية لا تقل أهمية أيضا عن القضايا الثانية، صوت النساء شبه مغيب في الانتخابات المحلية في السلطات العربية، لماذا؟ الصوت النسائي هو صوت قوي جدا، وأنا باعتقاد أنه في العقد الأخير المستوى الثقافي والتعليمي بعتقد أكثر من الشباب، ونرى هنالك مستوى دكاترة، طب، محاميات في كل المجالات. واعتقاد أنه في كثير من الصبايا أو النساء اللي بكمن في دورهن أحسن بكثير من شباب. لذلك هنالك في تقييدات في الوسط العربي عندنا من ناحية المجتمع العربي أنه ما بعمل الإشي المطلوب مشان يدفع النساء مشان يكون في هذا المنصب، لأنه المجتمع لا زال هو مجتمع ذكوري ونوعا ما لا يتقبل وجود امرأة على رأس الهرم أو في العضوية اللي تجادله يعني في مواضيع معينة ويكون نقاش حول الموضوع. يعني أنت يحكي خلي محلك في المطبخ ويحكي اللي بدك إياه وتدخليش فينا، هذا شغلنا إحنا. ماذا تقول للنساء؟ أنا وكل النساء اللي عندها المضمار السياسي، اللي عندها قدرات، طبعا مش للفترة هذه، انتهت الفترة، للدور الجاي يجهزن حالهن ويرتبن أمورهن، هن نص المجتمع وبقدر أن يوصل لنتائج كبيرة إذا دعمن بعض. والجميع هذا المجتمع فيه قوة، وفي بدك يكون عندك أنت يعني دفعة ونشاط وقوة على أساس أنك تطلع لأعلى والأعلى. وأنا بتأمل أن تكون مع العلم أول إن شاء الله الدورة الجاي أول رئيسة بلدية أو مجلس يكون في الوسط العربي تكون من النساء إن شاء الله. مع العلم أن هنالك قائمة في مدينة عكا يتصدر التمثيل النسائي بها ضمن المقاعد الأربعة الأولى الخمس الأولى، وهي مقاعد مؤثرة ومضمونة، نرجو لهن النجاح. فقط للإنصاف لابد مدنية في فقط للإنصاف لابد من يعني ذكر ذلك، ربما يكون دافعا إلى باقي البلاد. سامر، لماذا تغيب النساء في انتخابات السلطات المحلية في المجتمع العربي شبه مغيب؟ سوف أجيبك على هذا السؤال، لكن لا أستطيع أن لا أتطرق إلى إدخال موضوع الشباك. أنا طبعا أختلف هنا مع أخي
أبو الرازي. لكن بشكل عاجل الوقت يداهمنا. الشرطة أو دولة إسرائيل أوصلتنا إلى المكان، وأنا أريد أن أستعمل قصة قصيرة على فلاح يعمل لدى إقطاعي ولديه 4 أبناء وزوجة، وذهب للإقطاع وكل البيت صغير علي، فاقترح علي أن يدخل الدجاجات إلى بيته، فقال له أنا وضعي صعب. بعد يومين اقترح علي يدخل أيضا الأغنام والحصان، فبعدها ذهب إليه قال له الوضع لا يطاق، فقال له أخرج الحصان، فرجع إليه وقال له الوضع أفضل بكثير، أخرج الغنمات فأحسن، فقال له شكرا إنك أعطيتني، عندما كان الحل أن يزيده أو يعطيه بيتا أكثر. هذا ما أوصلتنا إليه دولة إسرائيل. دولة إسرائيل، هل الشرطة استنفذت جميع الآليات لمحاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي؟ لا. لماذا استطاعت الشرطة بآلياتها الحالية أن تقضي على العنف والجريمة في المجتمع اليهودي؟ هذا يعني مخطط مرسوم منذ يعني زمن لكي نستنجد بالشباك. الشباك يحمي الحدود، يمنع تهريب السلاح، يحمي معسكرات الجيش اللي من هناك يهرب السلاح إلى المجتمع العربي بشراكة مع ضباط ومع جنود في الجيش الإسرائيلي، فليقم بواجبه أولا وبعدها يعني يتدخل في المجتمع العربي. هذا له تداعيات الكثيرة. النقطة الثانية بالنسبة للنساء، هذا وضع مأساوي، يعني صلنا عايشين 75 سنة وننتخب سلطات محلية وما زالت الاجتماعات في البلدات العربية ذكورية جالية بالكامل، الانتخابات يتبوأها إن كان أعضاء أو رؤساء فقط من الرجال، عندما يعني نسبة النساء اليوم في الجامعات الإسرائيلية أو في الجامعات بشكل كلي تفوق نسبة الشباب، وهذا مؤشر إيجابي. لكن لماذا لا تصل النساء إلى الانتخابات؟ لأن للأسف الشديد وأقولها بكل شجاعة وبكل صراحة، ما زلنا مجتمع ذكوري وعندنا خلل، ما زلنا نرى أن العمل السياسي يقتصر فقط على الرجال. واليوم احنا ليش برضو منعاتب السلطات المحلية حتى بالأحزاب التي يعني متنورة وتبث لنا الحداثة بأوسع أبوابها، يعني يضعون امرأة فقط لتزيين القائمة ولا يعتمدون أيضا التساوي في التمثيل البرلماني. هاي قضية لازم تكون حاضرة على جدول أعمال الجميع. يجب أن تأخذ المرأة دورها ويجب أن تشجع لكي تأخذ دورها. الحق لا يعطى يؤخذ، هي لازم يأخذن حق. كانت مبادرات يعني فردانية جدا وقوبلت بشراسة، والسؤال اليوم هل في ظل أن يعني النساء جاهزة اليوم لمحاربة الأب والأخ والزوج لتصل يمكن بتاع تشجيع. في خسارات تشجيع. ممكن تشجيع. تكون خسارات. تعال تنحكي المشكلة مش عندهم، المشكلة عنا إنه منمنعهم. اليوم يعني مرة بدها تترشح بحكيش معك، لا انت بنتي ولا بعرفك، ما احنا عايشين شعبنا وعايشين. لكن نشهد من سيرة بعض الأخوات والنساء اللواتي تمثلنا لانتخابات البرلمان، وايضا ليكمل هذه النقطة فقط، هي البعض يحارب والبعض يدعم. صحيح. نعم. صحيح. فهنا هذه المعلومة لابد أن نذكرها. لكن في يعني ما زلنا مجتمع تقليدي، ويجب لكي تأخذ يجب أن يعني يكون تشجيع. باعتقادي الرجال أبو كريم في شق الصيف، يعني في الصف في عندك إيمان خطيب في الموحدي وفي الجبهة وفي يعني في تقدم نوعا ما، وإحنا يجب في السلطات المحلية أن يكون أكثر يعني دعم. لكن أعتقد إذا صححون إذا أنا بحكي مزبوط في عسف أعتقد في مرشح للرئاسة. لا لا أو لا عضوي. نتحدث عن ذلك. نعم نتحدث عن ذلك في برامج وحلقات لاحقة. الوقت يداهمنا والنقاش في هذا السياق واسع جدا ومهم جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ سامر عثامني رئيس حركة رايتنا، وللمحامي عادل بدير من كفر قاسم خبير في الشؤون السياسية والحزبية. كنتم معنا في بث مباشر من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الأعزاء نخرج الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لمتابعة باقي فقرات هذا اليوم. ابقوا معنا.